أولاً الولاد صغيرين جداً عايش إزاي؟ لأنك في اسم مكان أنا فاكرة بلد ترفع الناس اللي حاطة في اسم مكان كانت يوم ايه بس الأطفال صغيرين أنا عايز اسم بيت أنا فاكرة أحياناً الأعمال دي في بعض الابطال فيها بيقولوا اه احنا حسينا بكذا او حصل لنا في الكواليس كذا، هل حصل لك حاجه كانت تخوف في كواليس؟ لا اكيد دي كانت بس شغل ست انا كنت عارفه كان عايز شفت خيال انا لا خدتي من البلكونه حضرتك سؤال اخير حضرتك اعتقد كنتي مرشحه لمسلسل لن اعيش بالباب ابدا دور فاطمه معقول؟ وقيل ان جمالك هو سبب ان انت استبعدتي من العمل ده مش قوي كده طب حلوه اللي قال الكلام ده مصطفى محرم قاله قبل كده وانا صح قال لي ان انت كنت مرشحه وحصل خلافات او مش ما حصلش خلافات معاكي لا في الكرو وتغير الكرو اكتر من مره بس انت كنت مرشحه قوي مش على عيني يعني كان ده حاجه داخليه بينهم لكن انا الحقيقه عمري ما شكرا شكرا حضرتك انا استاذ موسى صبري وبعدين استاذ عمرو اولا اهلا وسهلا استاذ موسى صبري كويس اهلا وسهلا بحضرتك نورت بلدك كلها على الشرف والرمز للنجوم كلها حضرتك من اكثر الفيلمات اللي قدمت